في هذه اللحظة الحفلة الكريمة تمت انطلاقة الشوط الرابع في المجموعة، هذا الشوط الثاني لفئاته. الاعداد المشتركات بمسافة 1500 متر في سباق الأصايل الأسبوعي لفئة المفاريد في أول المراكز، هذا هو الرمادي للسيد علي بن خجيم بن عايض العزة في أول المراكز مع الرمادي، هم اللي في ثاني المراكز هذا هو شاهين لسيد شهوان بن مسفر الشهواني في ثاني المراكز، ثالث المراكز هذا هو شاهين لسيد حمد بن سالم بن خجيم العذبة في ثالث المراكز، رابع المراكز واصل راهي لسيد صالح بن ناصر بن خميس الجحافي في هذه اللحظات في ثالث المراكز، أما اللي في خامس المراكز من الجانب الأيمن شاهين لسيد محمد بن سالم المري والرمادي ما زال حتى هذه اللحظات في اول المراكز، افضل توقيت مع نجده حتى هذه اللحظات هي الحفل الكريم دقيقتين 8 و24 جزء من الثانيه في اول المراكز، هذا هو الرمادي، الرمادي للسيد علي بن خجيم بن عايض العذبه في اول المراكز، ثاني المراكز هذا هو شاهين بتعود ملكيه شاهين لسيد شهوان بن مسفر الشهواني، ثالث المراكز واصل راهي لسيد صالح بن ناصر بن خميس الجحافي في ثالث المراكز، ولكن الرمادي الرمادي وبدون أوامر حتى هذه اللحظات، هذا هو الرمادي وانطلق الرمادي ما شاء الله تبارك الله، أصدرت الأوامر حرك الجهاز محمد بن سطيف في هذه اللحظات، ولكن شهوان بن مسفر الشهواني مع شاهين في ثاني المراكز يحاول، والرمادي الرمادي في أول المراكز، السفق والناموس ما يبي رمادي يبي يا أبيض يا أسود، هذا هو الرمادي في أول المراكز، هذا هو شعار عالية، هذا هو شعار ليالي، هذا هو شعار العديد والعديد من الأسماء مع السيد خجيم بن عايض العذبة في أول المراكز، وصل الرمادي وانتزع المركز الأول، نقول تهانينا والناموس للسيد علي بن خجيم بن عايض العذبة، والتهاني موصول للداعم الرسمي لهذا الشعار السيد خجيم بن عايض العذبة، والتهاني موصول للسيد محمد بن سطيفة الهاشمي ثاني المراكز، وصل شاهين للسيد شهوان بن مسفر الشهواني ثالث المراكز، صالح بن خميس الجحافي مع راهي في ثالث المراكز، التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين 8 ثواني و50 جزء من الثانية، تهانينا والناموس للسيد علي بن خجيم بن عايض العزبة.